أخوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصباحكم مبروك. اليوم إن شاء الله من بعد ما حطيت لا فيديو ديال ديستيناسيون كندا، جاوني بعض لي ميساج من عند الإخوان بأنه شحال واحد كيبغي يسجل وما كيلقاش المهنة ديالو. ألور وجيت هنا بغيت ندير لكم تطبيق عملي كندير تسجل في هاد ديستيناسيون كندا. تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر وإن شاء الله غادي يجيب الله التيسير. أول حاجة غادي نجيو هذا لو سيت كما شفناه في لا فيديو قبل، هو ديستيناسيون كندا 2022 داكوغ، هذا لو سيت اوفيسيال ديالها. كنجيو كنعطو هنايا لتحت وكنقلب على بارتيسيبي كوم ان فيزيتور انسكريبسيون، داكوغ هنايا جو مانسكري كوم كوا كيما قلنا كوم ان فيزيتور، غنتسجل على اساس انني فيزيتور. هنايا غندير غادي ندير تطبيق عملي لواحد الشخص اللي طلب مني انني نسجلو، او بالاحرى طلبت منه انني نسجلو لو نون دو فامي لو برينون لادريس كوريال يعني الايميل ديالو، وحنايا غادي اوتوماتيكمون غادي نحطو لو نون. عندنا هو هذا هنا فاش حطينا الايميل ديالنا غادي نعاودوه، غادي نديرو لي حنا غير كوبي كور لي حنا شويه معكازا، انا حيدتو كاع في خطره كنشكرني. كما قلت لكم حنايا مع كازا حنا غادي نكوبيو ونكوليو هنايا، ما فينا ما نعاود نكتب لا دات دو نيسونس، راه كتكون ضروريه لا دات دو نيسونس. لا ناسيوناليتي سي من المغرب، نجيو نقلبو هنا في لابار اللي عطينا ديال الدول، غادي نقلبو على فين هي موروكو، ها هي موروكو. بيي دو ريزيدونس راه مازال نيت في المغرب موروكو لا ميم هاك اوكي. لو كود بوستال يعني دايرين عليه بان نجمه، يعني غادي ندير انا غير واحد الرقم 2000 باش ممكن يدوزوني. فيل دو ريزيدونس هي كازا بلانكا، مدينه الدار البيضاء. الدار البيضاء يا الدار البيضاء. فوزي تانسكري او بري دان سيرفيس بوبليك دومبلوا بارتيسيبون، يعني هنايا كتشوف واش كون واش مسجل مع لانابيك ولا مع يعني في البلاد، يعني في المغرب كاينه لانابيك داكوغ، مثلا في الجزائر كاينه انيم، في بلجيكا كاينه اكسيديس انترناشونال، وحنايا غاديين كاينين بزاف ديال يعني على حساب الدول اللي مشاركه في هذا لو فوروم ولا لي بارتنير في هذا لو فوروم. حنايا ما نديرو مثلا ما مشاركين، ما كاينش عندنا بروفيل في لانابيك، حيت الا درنا بان كاين بروفيل في لانابيك غادي خصنا نجبدو النمره ديال الانسكريبسيون اللي هي ما عندناش حاليا. فو بوفي بارتيسيبي ا ديستيناسيون كندا فوروم اوكي. هنايا واش غادي تجي اون بيرسون، واش غادي تكون اون بيرسون ولا اونلاين. هنا الا كنتي غادي تجي اون بيرسون كنعطيك واش في باري ولا في الرباط، وكتعزل لا دات فوقاش غادي تجي. كاين هنايا بالنسبه للناس اللي في المغرب كاينه اون بيرسون، يعني كتحضر يوم 22 نهار 3 22 نوفمبر 2022 ولا نهار الاربعاء 23 نوفمبر 2022. ولا كنتي اونلاين ممكن تحضر نهار 28 نهار 29 او نهار 30 نوفمبر 2022. حنا غادي نحضروا نهار الاربعاء اوكي. ها هي عزلناها، غادي نمشيو عاوتاني. سي فو دوموندي دو بارتيسيبي اون بيرسون فو دوفي اتر اون ميزور دوبتونيغ ان فيزا، كيقول لك بانه الا كنتي غادي تجي يعني بغيتي تحضر اون بيرسون، راه الا كنتي في شي بلاد وحده اخرى راه غيخصك تاخذ الفيزا، وان هاد الناس ديال ديستيناسيون كندا راه ماشي هما ما كيضمنولكش باش انك يعطيوك الفيزا باش تحضر لهاد لو فوروم. ديك المساله ولا المصاريف كلشي كيكون من عندك نتايا، كنت كتكلف براسك راسك. وهنا الا كانت غادي تجي معك الزوجه ديالك حتى هي غادي تشارك في هذا لو فوروم، خاصها انها تسجل سيباريمون، يعني تسجل بوحدها في نفس لو سيت، يعني غادي دير لا دوموند ديالها بوحدها. فو كومبيتونس اي فورماسيون لانغويستيك، يعني بالنسبه لي غادي نديرو بانه فرونسي اليفي اون فرونسي بارلي لو اليفي اكري اليفي داكوغ. غادي نهبطو
la langue anglaise la ok غادي نديرو بالنسبه لا لونغ عنده فابل عاد سولت الشخص اللي معني بالامر غادي نديرو فابل ما تنساوش بان هذا مركزين على لا موبيليتي فرانكوفون يعني هنايا تكون عندك الفرنسي اللي تكون مزيانه داكو نيفو ديتود غادي نديرو ايتود سكوندير نون كومبليت عنده ديبلوم دو كاليفيكاسيون الو بالنسبه لهنا هنا فين كاين المشكل كاين فاش كيقلبوا الاخوان كيلقاو بان كاين في لا جيرسيون لي زافير فينانس اي ادمنستراسيون سيونس ناتوريل اي ابليكي اي دومين ابارون سيكتور دو لا سانتي انسينمون دووا اي سيرفيس سوسيو كوميونيتير اي غوفيرنمونتو ار كولتور سبور اي لوازير فونت اي سيرفيس ميتيي ترانسبور ماشين اي دومين ابارونتي ressources naturelles, agriculture et production connexe, fabrication et services d'utilité publique. Ok. Alors, vous savez, il y a un cuisinier. Un cuisinier, c'est un métier. C'est un métier. D'accord? C'est un métier. C'est un métier, transport, machinerie et domaine apparenté. Alors, vous savez, le métier dialogue, il y a un cuisinier. داكو وهنايا غادي تشوف شنو هو النوك ديال الكويزيني الله يخليكم هنا وغادي ندوزوا لواحد لاباج جانبيه ها هي غادي نفتحها هنا هاد لاباج جانبيه ديال من ديال لي نوك كي ندير نعرف النوك ديال ديال العمل ديالي كندير كنجي لهنا ها هو فتحنا هاد لاباج ديال نوك اول ايطاب كنديرها كنجي لهاد البلاصه هادي ها هي فيلتري لي زيليمون غادي ندير ندير السميه ديال الخدمه ديالي انا ان كويزيني غادي ندير كويزيني داكوغ من غادي ندير اوكي ما عطاتنيش تما اوكي ندير هكا بلاتي كويزين ما عطاتنيش اوكي غنديرها بالانجلي كوك ها هي عطاتني ها هي درنا بالانجلي كوك ها هي النوك هو 63 22 غادي نعاود نرجع لاباج ديالي اللي كنت فيها عرفت دابا النوك ديالي شنو هو درت انا كويزينيو غادي نجي وكنقلب على 63 22 ياك ها هي 63 22 احنا دابا عرفنا النوك ديالنا هو 63 22 غادي نجيو وغادي نقلب هنايا على 63 22 داكوغ نقلبوا عليها غتلقى انا شفتو هاد الجو او شدرتي ها هنا ارجع سي 6 ها هي 63 22 كنكليك عليها اوكي هنا نومبر داني ديكسبيريونس شنو هما سنوات ديال الخبره سيد يعني سنين هو خدام في لا كويزين يعني عنده 5 سنين او بلوس 5 اون او بلوس غادي نديرو هنايا اكثر من 5 سنين الا عنده شي ميتي واحد اخر بغى يبازي عليه ممكن يزيدو هنايا درنا بروفيسيون وحده نومبر داني ديكسبيريونس فو اي لو كندا يعني هنا كيشوف وكيسولوك واش يعني ديجا كنتي دفعتي قبل بحال مثلا فو زافي ديجا اوبتوني ان بيرمي ديتود لا بيرمي دو ترافاي ولا كانت عندك اكسبيريونس في كندا ولا شي حاجه من هادشي الا كانت كتنطبق عليك شي صفه من هاد الصفات اللي كاينين هنايا غادي ديرها ما كاتش كتنطبق خليها هكاك خاويه ما عندك ما دير بها الوغ هنايا فوتر سي في غادي هنايا غادي تيليشارجيو السي في من غادي نجيبوه عندنا هنايا ديسكتوب وغادي نقلب على الشخص المعني بالامر ها هو راه عندي السي في ديالو هنايا هو اللي غادي نحطو اوكي فينك 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 ها هو تحط لو سي في وهنايا غادي تكوشي هاد لابار هادي جاكسبت كو سيت انفورماسيون سوا اوتيليزي او فان دو لا ريشيرش اي بور كيميغراسيون ريفوجيي اي سيتوايانتي كندا اللي هي لي ار سي سي مي كونتاكت ان لافونير وي ندير لها سوفغاردي اوتوماتيكمون غادي يوصلوا ان ايميل بانه تسجل في ديستيناسيون كندا مازال كدور ها هي عطانا هذا بان ميرسي بور فوتر انسكريبسيون ملي غادي يمشي ويحل الايميل ديالو غيلقى بانهم جا ان ايميل كيقولوا له بانه راه توصلنا بلا دوموند ديالك في حاله لو تريتمون في حاله القبول ديالك حنا غادي نصيفطوا لك ونعطيوك التاريخ والمكان فين غادي تجي ولا كنتي ما تقبلتيش غنصيفطوا لك ان ايميل اللي غادي يشرح لك علاش ما تقبلتيش وغادي نقول لكم كان هذا
هو لا فيديو ديال انا كيما مشيت معكم ايطاب بار ايطاب وبتفصيل الممل كي دير تسجل في ديستيناسيون كندا. نتمنى ان هذا الشيء يفيدكم، ونتمنى منكم، هذا طلب مني لكم، انكم تنتم تفاعلوا مع القناه وتزيدوها لقدام، حيت كما قلت لكم راه الا زادت غتزيد بكم وليكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.